إحدى البطولات المقامة اللي هي بطولة الخماسيات، إحدى الشركات يعني اللي تحب تعزز دورها في تنمية الرياضة وتنمية رياضة المجتمع، خلينا نقول شركة كنتاكي قامت برعاية بطولة خماسيات لكرة القدم، شارك فيها عدد من اللاعبين القدامى، دعينا لتغطية هذا الموضوع. طبعا يحصلنا احنا عظيم الشرف ان احنا نغطي مثل هذه الفعاليات، وندعم كل شركة يكون عندها هذا النوع من التوجه، لأنه ممكن في هالأماكن تكتشف نجوم كبار. نتابع ثم نعود. كابتن سعيد العوران، استقبال حافل ما شاء الله تبارك الله، الشعبية ما شاء الله إلى الآن يعني الكل يطلب التصوير وما شاء الله تبارك الله. اليوم دورة تقريبا برعاية كنتاكي، بطولة لكرة القدم، أشوفك أنت من اللاعبين الكبار القدامى اللي تدعم هذا الشيء. والله شيء طيب صراحة. أول شيء أشكر شركة كنتاكي صراحة، يعني يديهم العافية. يعني شوارعنا الحمد لله في المملكة يعني مليانة من المطاعم هذه الجميلة زي كنتاكي، فزيادة على أنه ما شاء الله يعني بيأكلوا الناس بأكلهم الطيب والنظيف، أنهم يعملوا البطولة هذه صراحة سعدتني. يعني كنت بتكلم مع الأخوان المسؤولين في كنتاكي انه هذا الشيء طيب، انه بدل ما يلعبوا في الشوارع مثلا وخطر السيارات مثلا في الشوارع واللعب الغير صحي في الشارع، الحمد لله يعني ما شاء الله كم هائل من اللاعبين الناشئين هنا، يعني تقدر يعني بالبطوله هذه والبطولات الثانيه انك تقدر تكتشف لاعبين. فكنتاكي يعني صراحه لهم الف شكر على هذه الخطوه، يعني عملوها في جده، جاهم 16 شخص 6000 شخص، اليوم ما شاء الله فوق 3000 تقريبا، فما شاء الله يعني. وشكر برضو لجامعة الملك سعود طبعا، جامعتنا وحبايبنا المسؤولين عليها يعني اللي سمحوا لكنتاكي انهم يعملوا هذه البطولة، فالحمد لله. يعني المفروض هذه يعني ابنائنا يعني السن الصغير هذا انه يكونوا يعني في انهم يكونوا يعني في ملاعب الصحية هذه وبهذه النظافة ويكون فيها ترتيب ومسؤولين طيبين، فألف شكر لكنتاكي على هذه الظاهرة. طيب كابتن سعيد، بصراحة الدواري هذه اللي في الحواري وكذا شو تذكرك فيه؟ يعني نفس المنظمين مثلا دوري الأحمدي، دوري الشفا، أو دوري البديع اللي هو بنظمه الأمير بندر بن محمد، كان يعني فيه اهتمام، فيه كنت أشارك يعني، ممكن في تقريبا في اليوم نلعب دوريين ثلاثة يعني. كلنا انا ويوسف ثنيان، طارق العواضي، حسين الحاوشي. طيب على طاري يوسف ثنيان، ايش سالفتك مع يوسف ثنيان؟ مبهذله انت اول، كنت تطقه دايم، ليش؟ والله مره اطقه مره يطقني، يعني كنا يعني مع بعض، كنا على قلب واحد صراحه يعني انا ويوسف يعني، وصحبه يعني من زمان يعني مع انا والعائله يعني ككل، خالد اخوه ايضا وسلطان وسعود كلهم يعني كنا يعني في حي واحد في شميس وانتقلنا سوا البداية. كابتن عبد الله الجمعان في البدايه، اول شيء عبد الله الجمعان وين راح؟ فجأة اختفى. بسم الله الرحمن الرحيم، اشكركم على اتاحة الفرصة. والله الحمد لله موجود، بس اني توقفت على الكورة وقاعد امارس حياتي الطبيعية يعني. السبب ليش عبد الله الجمعان طلع من الهلال فجأة؟ والله ما في اسباب، يعني مرت في ظروف شوي ما قدرت اني اكمل، هذا اللي حصل. طيب عبد الله، كيف تشوف الهلال في اسيا؟ بصراحة، وش توجه نصيحة للهلال والهلاليين في على المستوى العام يعني، وخصوصا بطولة آسيا؟ والله كان فرصة اني اتكلم، لكن يعني طبعا هو ما كنا نطمح الوصول هالمراحل في الآسيوية نادي الهلال، لكن اتمنى انهم يعني خاصة في بعض يعني الحظ ما ساعدنا في اوقات، وطبعا هو مشكلتنا في اخر الدقائق، اتمنى انهم يتجاوزون هالمشكله، واللهم قادرين، اتوقع قادرين وبكل سهوله يعني مع احترام الباقي الفرق قادرين انهم يتاهلون، ومفروض انهم الان متاهلين، لكن اتمنى ان تصحيح الاخطاء ومعالجه والحرص على البطوله الاسيويه لان محتاجين. برافو صراحه، انا تعجبني الشغلات اللي زي كذا، تعجبني يكون في شركه ويكون عندها هذا الهم، راحت وتسوي انشطه للشباب وفيها مسابقات كره قدم وجابت لاعبين وطلبت اعلام يكون موجود، حلو هالتحرك ولا لا؟ هذا حس جيد وحس اجتماعي كويس، خدمه اجتماعيه يعني، هذا دور القطاع الخاص
يعني شركة مطاعم كنتاكي. بالعكس أنا أعتبر هذا خطوة جميلة جدا لما تستشعر دور المجتمع وأنك يكون لك بصمة في المجتمع من خلال مثل هذه الأنشطة، خصوصا في ظل تعاون جامعة الملك سعود. أنا أعتقد هذا الدور المطلوب من القطاع الخاص بدأ لا يكون يعني مثلا جميع كثير من الشركات يعني تأخذ أموال المستهلكين من غير تقدم أي شيء للمجتمع. بالعكس هذا دور جدا جدا جميل من كنتاكي، وأنا أحييهم وأحييكم أنتم وفرتون على تغطية مثل هذه المناسبة من أجل حث بقية الشركات على قيام مثل هذه المناسبات أكثر. ممكن يكون في تحرك لشركات أخرى، خصوصا يا حسين إنه في مثل هالموضوع يعني الدور الاجتماعي أدوه في اتجاه الشيء اللي يحبونه الشباب، كرة القدم. نعم حقيقة احنا كإعلام رياضي نشكر الشركات والقطاع الخاص بشكل عام على دوره في دعم الرياضة في الملاعب، سواء على المستوى الأندية الرياضية ودعمها ومن خلال شركات الرعاة ومن خلال المسابقات تنظم في المدن بشكل فرادى. يعني القطاع الخاص عليه دور يعني كبير جدا في دعم الشباب الوطن ودور تجاه الخدمة الاجتماعية، وأنا أعتقد أن ظهور نجوم سابقين مثل سعيد عيران نوع من الاستقطاب لهؤلاء الشباب ومساعدة جدا للشركات. وممكن أنا يا أخوي تركي ما شاء الله شايف في عملية انتقال عبد الله جمعان وسعيد عيران من قبل الشركة يعني. نروح الفاصل القصير بعده نعود لمواصلة الحديث في البرنامج وأعلق على هالكلام اللي قاله حسين.